متابعينا في المملكة العربية السعودية، سعد الله اوقاتكم بكل خير. نهار اليوم ساعات اجواء حارة في عموم المناطق، وهبات رياح غربية نشطت السرعة مترافقة مع هبات قوية في المنطقة الشمالية، عملت على حدوث موجات غبارية وتدني كبير في مدى الرؤية الأفقية. خلال الساعة القادمة يتوقع أن تتسع رقعة تأثير هذه الموجات الغبارية لتشمل المزيد من المناطق خلال ليلة الثلاثاء على الأربعاء، وأيضا خلال نهار يوم الأربعاء. توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة: يسود طقس صافي 26 درجة مئوية، الملموسة 25، الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية. سكاكة تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مقارنة بنهار اليوم 27 إلى 14، عرار 28 إلى 13، وتبوك رياح نشطة وأتربة مثارة 29 إلى 10 درجات مئوية. المنطقة الغربية أيضا تتأثر برياح نشطة وموجات غبارية، المدينة المنورة 36 إلى 20، جدة 37 إلى 26، مكة المكرمة أجواء مغبرة 39 إلى 23، والطائف 29 إلى 18 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية: الباحة 25 إلى 15، أبها 28 إلى 15، وجازان 33 إلى 26 درجة مئوية. المنطقة الشرقية: الدمام 35 إلى 22، حفر الباطن طقس مغبر 40 درجة مئوية إلى 21، الإحساء 41 إلى 24 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى العاصمة الرياض: أجواء مغبرة أيضا 38 إلى 27، بريدة 39 إلى 20، وحائل 36 إلى 14 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.